احنا نقول الوفاء الوفاء الوفاء، لكن وين التطبيق؟ ما في تطبيق. الزوج من اول مشكله يمسح على الزوجه، اكس كامل على الزوجه، انت ما شفت منك الخير. الزوجه شافت خطا من زوجها، مسحت كل الايجابيات الاولى، كل المعروفات، ما سويت لي شيء. تدرون وين اعظم وفاء في التاريخ؟ اعظم وفاء في التاريخ وفاء رجل لامراه ماتت. امراه ماتت ما هي على وجه الارض. كيف هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة رضي الله عنها كان يذبح الشاة، يذبح الشاة الخروف، يذبحه ثم يقطع اللحم ويضع بعضه في بيته وبعضه وين يوديه؟ يقول أرسلوا به إلى صويحبات خديجة، خويات زوجته. وين الوفاة هذا في زمننا؟